كما دعا رئيس الوزراء حازم الببلاوي المصريين إلى المشاركة في الاستفتاء بقوة، وفور إدلائه بصوته في لجنة مدرسة السلح دار بألماظة، توجه رئيس الوزراء إلى غرفة العمليات التي شكلها مركز المعلومات والمجهزة بكافة أجهزة الاتصال اللازمة لمتابعة عملية الاستفتاء لحظة بلحظة، والتعرف كذلك على كل ما يطرأ خلالها من مشكلات. هو من الواضح ان الشعب المصري مدرك اهميه اللي بيحدث اليوم، يعني حصل في مصر منذ سنه 50 ثم في 30 يونيو. الحقيقه الثمره بتاعتها هي شمال سينا اللي هي هنبتدي فعلا وضع اساس للدوله. تمام يا فندم. فمن الواضح ان الناس متقدرين اهميه، مقبلين على متفائلين. اللي انا شفته موجودين بنظام يعني يدعو للاعجاب ومتفائلين، فيعني انا افتكر انه زي ما انت قلت يعني يكاد يكون عرس من الايام اللي ارجو انها تكون هامه في تاريخ مصر. رساله فندم للمواطنين اللي لسه ما ملتوش، يعني لسه قاعدين ما ملتوش، رساله ليهم ايه يا فندم؟ ابدا، يعني هو احنا عاملين يومين لانها توافق معظم احتياجات الناس، يعني في ناس عندها شغل، في ناس عندها ارتباطات، فاللي ما نزلش في اليوم الاول او في النصف الاول الطبيعي انه لازم ينزل في الجزء الاساسي. مهمه اساسيه وواجب ضروري لكل من يحب هذه المهمه.